معاي، انا هنادي داري، وهيدي الاسبوع بنهار الشباب بان بصفحات ان عملت مقابله مع خصوص مدرسي. خصوص مدرسي هو فنان شاب كوبي عم بيعرض بلبنان مش للمره الاولى بجاليري ساوث بوردر بالجمازي. هذا اسمه النساء والصيادون، ذا وومن اند ذا فيشرمان، والقصة وراها قصة كتير واقعية وكتير شهوانية وكتير حسية وفيها مذهب المتعة، لأنه خصوص ندرسة الشاب الجامح والمجنون واللي بيعيش لوحاته على طريقته، بحب كتير يرسم ليالي هافانا الصاخبة، وبينزل على الشوارع وبيعكس شو عم بيصير بالحياة الليلية بهافانا. هيدي مش أول سلسلة له بتركز على اللهو والصخب والجنون تبع هافانا، ولكن المختلف بهيدي السلسلة إنها كتير مرحة، وإنه النساء المومسات هن البطلات باللوحات، والحلو فيهم إنه كلهم ناصحين. وهو بيقول إنه المرة الناصحة هي مرة رائعة واستثنائية، لأنها ما بدها تقدم تضحيات بحياتها، ما بتفرق مع المجتمع كيف بيشوفها، ما بتفرق مع الرجل كيف بيشوفها، لأنه هي اللي بتحط القوانين عليه مش هو بيحط القوانين عليها، حتى وإن كانت مومس بتشتغل على الطريق. بهيدي السلسلة الزاهية والرائعة واللي فيها كتير تعري وفيها كتير لحم وتلزلز، والمرة فيها مهبرة ومجنونة وعايشة عزاء وبتحط كتير مكياج، نروح على شارع ماليكون. شارع ماليكون كتير مشهور بهافانا، وبيصير فيه حياة اجتماعية صاخبة، خاصة على الحيط يلي بيفصل ما بين البحر والمدينة، ودايما على هذا الحيط بيكون في صيادين السمك. هو دايما بكل لوحة في صياد سمك عايش بعالمه، ما عم ينتبه لهالنساء المجانين اللي عايشين على ذوق انه النص مزلطين ولحمهم كله لبرا وناطرين رزقة اليوم، لانه هو كمان ناطر رزقته بس غير نوع رزقه، يعني هو عم بيصيد السمك وهي عم تصيد الدجاج. بقول هو انه صحيح انه ما عم يطلعوا ببعض وكل واحد منهم بعالمهم، ولكن كانه في اتصال غير مباشر، وكانه هالنساء عم تجذب الصيادين السمك وهو عم يجذبهم، بس هو عم يطلع على البحر وهن عم بيطلعوا على الشارع. فالنساء والصيادون بساوث بوردر لخصوص مدرسه.